إدماج الشباب مسؤولية الجميع. من هذا المنطلق نظم فريق يبادر الشبابي التطوعي حفلا للمسرح التفاعلي ضمن مبادرة انطلقت منذ فترة تضمنت جلسات حوارية. الحفل تضمن فعاليات فنية ليكون الفن رسالة حب وسلام إلى جميع أفراد المجتمع لتعزيز التماسك المجتمعي. طبعا هاي المبادرة جت من سلسلة جلسات حوارية صارت للنساء والشباب من فئة اعمارهم من 14 الى 18 عام. طبعا المبادرة جاءت بصدد ادماج النازحين والعائدين والمجتمع المضيف وذوي الانتماء المحسوس. طبعا احنا اليوم هاي الختامية كانت مال النشاط المبادرة اللي احنا قمناها اللي هو المسرح التفاعلي اللي انتم شفتوه حضرتوا ويانا والفعاليات الفنية والموسيقية اللي صارت. الهدف من هالمبادرة هو خلق جيل واعي مثقف مهتم بالفن بالمستقبل، يدعو للتماسك المجتمعي والتواصل الاجتماعي داخل الشباب في محافظة ديالى. من الجميل أنه تشوف الشباب مهتمين بقضايا مجتمعية لإظهار الصورة الحقيقية الإيجابية لشباب ديالى. الفعالية تضمنت عرض للمسرح التفاعلي الصامت من خلال حركة الجسد. تناول العرض هموم الشاب العراقي وضرورة الاستفادة من طاقة الشباب، إضافة إلى أغاني عراقية تراثية لإحياء الفن العراقي الجميل. اليوم احنا كشباب أو كأطفال حابين يدخلون المجال الفني أو أي عمر أي فئة عمرية، يجب التركيز الأهم على الأغاني التراثية لأنها منبع الفن الحقيقي، مو نفس أغاني الجيل الحديث، لا نهائيا تختلف، فيكون بها روحية فنية أقوى وأحلى. العرض يتناول قصة وهم الشاب العراقي وآلية إدماجه وتوظيفه في القطاع الخاص لعدم توفر الإمكانات في القطاع العام من ناحية التعيينات وغيرها. فشاء في هذه الشخصية أنه تناولت حياته اليومية من معاناته قبل التخرج ومعاناته في العمل ومعاناته في الهجرة السائدة اللاشرعية. حاولنا إيضاح الوجه المشرق للشاب العراقي في هذا العرض المختصر. ميحانة 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 غاب شمسنا الحلو ما جانا، غاب شمسنا الحلو ما جانا، يردله سمرة قتلتيني، خافي من راب السماء وحدي لا تخليني. فعاليات فنية بسيطة لفنانين شباب استطاعوا من خلالها إرسال رسائل إلى الجميع بشأن التواصل المجتمعي وتعزيز التماسك الاجتماعي بين الشباب وإدماجهم في المجتمع. لبرنامج صباح الخير العراق، دريد المعموري، محافظة ديالى.